وفما جاهزية الاستقبال معناها وتيسير معناها إجراءات الكل متعلقة بوفود معناها الشقاء الجزائريين تونس، كذلك إجراءات متعلقة بالإعاشة والإقامة، كذلك كل شيء معناها متوفر على تونس بلادهم، وهم متعودين معناها يقضيوا عطلة بتاعهم في تونس وما فماش حاجة جديدة، بالعكس ممكن معناها احنا توانسة فرحانين أكثر معناها بالقدوم بتاعهم، وحتى العائلات نحكيوا على علاقات دموية، احنا علاقات أخوية ولا شريط حدودي مهم جدا معناها، فما علاقات إنسانية، ونحكيوا على السياحة اللي هي سياحة هي تجربة إنسانية هذه اللي تتجذر في تاريخ اليوم إن شاء الله.